شايلنا شايلنا بس. طيب وخلينا برضو دلوقتي نتكلم معاكم على موضوع حلو قوي، مبادره حلوه جدا جدا عاملاها الاستاذه اثار دياب المفتشه بوزاره الاثار، واستاذه اثار عملت مبادره عشان تعمل زي ما بيتعمل كده في القاهره عندنا مهرجان للورود والزرع مثلا في حديقه الاورمان، وبيكون المهرجان ده حلو جدا جدا وبيكون فيه ناس بتقبل عليه بشكل كبير، بيشتروا زرع لبيوتهم وبيشتروا ورود، وبيبقى موضوع حلو قوي قوي، وكمان بيبقى زي سوق كبير لأي مزارع سواء كان بيعمل حاجات للزينة أو بيزرع حاجات نباتات زينة أو بيزرع حاجات مثمرة، والكلام ده بيبقى حلو جدا جدا، بالذات إني أستاذة آثار عاملة دورات تدريبية للسيدات عشان تعلمهم إزاي ممكن يزرعوا فوق الأسطح بتاعتهم. ده بيبقى موضوع حلو جدا إن إحنا ممكن النهاردة نستغل المساحة اللي بتبقى موجودة عندنا في البيوت محدش بيعمل بيها حاجة. مش هتريق عليك. مش لا هتتريق ايه؟ اضحك. انا اضحك بس. لا عشان انت مش فاكر اللي حصل الاسبوع اللي فات ولا ايه؟ الاسبوع اللي فات برضه نفس ببلع ريقي شرقت شرق فضحكتي عليه، فبعدها حصل لي نفس الموقف، فقلت لا خلاص انا هتعظ ومش هعمل كده تاني، فالنهارده اديك مش ضحكتي. هضحك عليك. لا ضحكتي، انت ضحكتي. ضحكت بس عملت كده، فاهم؟ فبالظبط كده هيكون معانا استاذه اثار عشان نعرف منها اكتر عن الدوره اللي بتعملها، وعشان كمان نعرف عنها اكتر عن المهرجان اللي بتعمله في بلدها. انا خايفه اتكلم والله، خايفه اتكلم لا اشرق او اتكلمي، حاجه تقف في يمهل زوجي. ولا يهمل. ده بيهدي عليا في ايه؟ طيب زي ما كان بيقول خطيب كده، يمكن الحلو في الموضوع مش بس ان استاذه اثار بتعمل معرض. انتوا شايفين عامل ازاي بجد؟ انتوا مدركين اللي انا فيه والله العظيم. المهم انه مش بس بتعمل معرض او بتزرع بس فيتها او بتعمل حاجه شخصيه ليها، لا، فكره ان هي بتقوم بدورات تدريبيه للسيدات وازاي ان هم يستغلوا الاسطح عندهم او البلكونات او الحاجات او اي مساحه ينفع ان هم يزرعوا فيها، فكره حلوه جدا. ويمكن احنا مهتمين قوي بقالنا اكتر من سنه بفكره التشجير وفكره انه زراعه الاسطح وفكره انه كل مكان البيت او المكان او الشارع او الحاجات دي كلها فيها مناطق خضراء وفيها زراعه، قد ايه ده بيكون مهم لينا ومهم للبيئه ومهم لصحتنا ومهم لنفسنا ومهم ان احنا نشوفه الصبح بيحسن من النفسيه. فطبعا في فوائد كتير قوي 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 للموضوع، وحلو انه اي حد مهتم بالزراعه انه ينقل تجربته ويعلم ناس غيره ازاي ممكن يهتموا كمان بالنباتات او الورد او ايا كان الشيء اللي بيزرعوه. بالظبط كده. انت عارف ان انا كنت شغال في الورد زمان؟ انت حكيت لنا ساعه صح؟ التبس ال 50 جنيه باين، صح؟ ايوه ده لما كان بيجي لي تبس 50 جنيه ايوه كنت انت حكيت لنا. ايوه ايوه لا كان مواضيع كبيره والله، بس انا كنت بحب فعلا يعني فعلا مهنه الورد دي مهنه حساسه جدا، ان انت تشتغل في الورود الزينه والكم بقى، مع اني بقى كلها شوك وانا كنت صبي يعني، انا مش ما كنتش بقى خطيبه. هنلم لك فلوس واحنا ماشيين في جنب. على فكره انا فخور بالحاجات دي، انت عارف لولا الخبرات اللي الواحد خدها اكتسبها في حياته دي ما كانش هقعد قدام نجمه النهارده زي حضرتك أوكي. في برنامج كبير طبعًا وفي مدينه الانتاج يعني، فما كل دي بتبقى باك جراوند للي قاعد قدام حضرتك. للي قاعد قدام بحس يجي يا ريتك ما قعدت. طيب احنا دلوقتي معانا على التليفون